يحملون اليمن على أكتافهم ويكافحون من أجل استعادة الدولة المخطوفة. هذه دفعة جديدة من وحدات الجيش الوطني تخرجت من معسكر رأس عباس بعد تلقيهم دورة تأهيلية كجزء من برنامج إعداد المقاتلين لخوض معارك الجبهات والاشتباكات المباشرة. سلسلة من المعسكرات أشرفت عليها قيادة الجيش الوطني وقوات التحالف العربي وفق برنامج تدريبي هدفه تأسيس نواة جيش وطني بحسب رئيس الحكومة خالد بحاح. إن شاء الله تكون خيرا لهذا الجيش الوطني ولبنى جديدة في بناء هذا الجيش الوطني الجديد، الجيش الوطني الخالي من كل الشوائب السابقة. تعتبر هذه الدفعة الثانية التي تخرجت من معسكر رأس عباس في العاصمة المؤقتة عدن والسادسة من مجموع الدفعات التي تمثل نواة الجيش الوطني منذ تحرير عدن وعودة السلطات الشرعية لاستئناف مهامها. معظم هؤلاء من المقاومة الشعبية الذين خاضوا معركة تحرير عدن ولحج والضالع وتم دمجهم في معسكرات التدريب بهدف إلحاقهم في وحدات الجيش. وبغض النظر عن التحديات التي ترافق عملية الدمج وما ينتظره هؤلاء من مهام، يبقى من المهم التأكيد على إرادة السلطات الشرعية القائلة بضرورة بناء مؤسسة عسكرية حقيقية يصعد على أكتافها اليمن فيرتفع العلم الوطني خفاقاً.